أنا صوتي خلايلي، أنا مركز موضوع الحوسبة في لواء الشمال. اليوم درسنا بده يكون حان وقت اللعب، كيف نبني بليجو، نبني أي منتوج إنه بدنا إياه. كل واحد فينا يستطيع إنه يبني حسب قدراته وحسب خياله. عشان هيك منشان تصلوا للدرس هذا مطلوب من كل واحد فينا انه يسجل هاي الكتوفيت اللي امامنا، اللي هي او هذا العنوان اللي هو https نقطتين شحطة اخرى شحطة goo.gl شحطة x9mphk. بعطيكم وقت دقيقة، كل واحد فينا بيكتب هذا العنوان وبده يفوت عليه. شو يعني؟ بيفتح هنا شريحة جديدة وهنا بيكتب هذا العنوان وبفوت على هذا العنوان، وهيك هو بفوت على العارضة اللي منها احنا بدنا نعمل درسنا اليوم، او اللي منها درسنا اليوم بده يكون. طبعا بهاي العارضة لقدام راح تفوتوا وتشوفوا انه تبعثوا اجاباتكم، بتفوتوا على روابط معينة موجودة فيها منشان انكم تستطيعوا انكم تشتغلوا او تعملوا التمارين او تلعبوا او تبنوا الليجو اللي راح نتعلمه اليوم. اعطينا دقيقة بس منشان انه تكتبوا هذا العنوان اللي بتدكوا اياه. طبعا بعد ما انكم كتبتوا بتامل انكم الكل نجح انه يكتب هذا العنوان اللي امامكم عشان يفوت على هذه العارضه ويستطيع انه يكمل الدرس معانا ويكون اسهل عليه. طبعا هسه بنكمل احنا للاشياء او عن هذه اللعبه مشاركه، انه بدنا تشاركونا بايش انتم بتفكروا. هل لعبتم بصغركم بلعبه الليجو؟ ما الذي تذكرونه من لعبة الليجو؟ ايش يعني كل واحد منكم ايش بتذكر يكتب؟ اكتبوا اجابتكم في هذا الرابط. لما انتم بتفوتوا على العارضة اللي اخذتوها بس تكبسوا على كلمة رابط بيعطيكوا هنا في بيعطيكوا عنوان بنضغط عليه، والا انا فايت على مكان اللي بقدر اكتب فيه تعليق. فهون هنا بقدر بس تضغطوا بالفارة مرتين بيعطيكوا مكان اللي تقدروا تكتبوا اللي بدكوا اياته على هذه اللوحة. فهيك انتوا يعني مطلوب منكم كل واحد فيكم انه يفوت ويكتب الاجابات لهي الاسئلة اللي هي موجودة. ما الذي تذكرونه من لعبة الليجو؟ ماذا هل لعبتم بصغركم بلعبة الليجو؟ يمكنكم التطرق للأشخاص الذين لعبتم معهم أم اعتدتم على اللعب وحدكم؟ يعني كل واحد يكتب إذا هو لعب لحاله لعب مع حدا. أين لعبة الليجو الآن اللي خاصة فيكم؟ وين موجودة؟ هل هي ضاعت؟ هل هي بعدها موجودة؟ فكل واحد مطلوب منه أنه يفوت ويكتب على ظهر الحائط. هذا الحائط راح يرافقنا اليوم
هذا الحائط راح يرافقنا اليوم دائما. تبعثوا إجاباتكم عليه، بس نضغط ضغطين بالفارة ونقدر نبدأ نكتب اللي بدنا إياه. بعطيكم دقيقة أو دقيقتين كل واحد يكتب التعليق لإله. طبعا بدنا نكمل اخرى احجيات لليجو. احجيه رقم واحد، اذا امامكم هنا في صوره شايفينها اللي هي مركبه من ليجو، هل يمكنكم التخمين لاي قصه من قصص الاطفال ترمز هذه الصوره؟ اكتبوا اجاباتكم. كيف نكتب اجاباتنا؟ او تقدروا تفوتوا هنا على ادراج تعليق، تقدر كل واحد فينا يكتب الاجابه، او على الحائط وين احنا شفنا بالاول على الحائط اللي كان. فأنا بفضل أنكم تكتبوا إدراج تعليق، وكل واحد يكتب هنا إيش هو بفكر إنه أي لأي قصة يترمز هاي الصورة أو هذا التخطيط. فمنشوف هنا الأحجية الأولى، الأحجية الثانية، هل يمكنكم التخمين لأي قصة من قصص الأطفال ترمز هذه الصورة؟ اكتبوا إجاباتكم. فعندنا أحجيتين، هاي الأحجية الأولى، هاي الأحجية الثانية. كل واحد بيقدر يعمل إدراج تعليق ويكتب الأحجية الأولى حلها ويكتب إيش هو وتعليق، أو الأحجية الثانية والحل تبعها، أو الواحد منا أخرى بيقدر يفوت على الحائط هنا برضو يكتب الأحجية الأولى، بقدر يكتب منين هو، مين هو، مين العمل، يكتب هاي الإجابات اللازمة. بعطيكم كمان دقيقتين أو دقيقة كل واحد يفكر إيش ممكن تكون الأحجية الأولى، إيش ممكن تكون الأحجية الثانية.
بتأمل أنه الكل يكون بعث الإجابات على الأحاجة. الأحجة الأولى كان الإجابة تبعتها هي ليلى الحمراء، الأحجة الثانية هي ثلاث الدببة الثلاث. باللعبة اللي أمامنا رح نشوف إحنا، بس ندخل عليها رح نشوف إنه في ثلاث مجالات. إيش فيه هذا التطبيق؟ التطبيق فيه واحد التعلم حسب مراحل، عنا مشاهدة ماذا بنى الآخرون، نقدر نفوت ونشوف شو غيرنا بنى، وثلاث البناء، البناء حدوده السماء اللي هو بيلد، انه كل واحد بيقدر يبني او انتو بتقدر تبنوا الاشياء اللي بدكوا اياها. فهنا بس نفوت على التطبيق راح تشوفوا هذول الاشياء الثلاثة اللي انتو طبعا احنا اكثر راح نشوف انه كل واحد شو هو بده يبني. طبعا بيقدر يفوت على بيلد اكاديمي التعلم حسب مراحل، وطبعا اللي بده يشوف الاخرين ايش بنوا ومنين هني فبفوت على اكسبلور اول بيلدز، ساعتها مشاهدة ماذا بنى الاخرون من العالم او من قرى مجاورة او من اماكن مختلفة. فاحنا بهمنا اخرى بيلد اللي نقدر احنا نبني. كيف بدنا نفوت؟ طبعا احنا انا اورجيكم وراح ابني شكل معين امامكم، وبعدين انتو اعطيكم الوقت الكافي انه كل واحد بينا يبني بالليجو اللي بده اياه، بس هاي المره عن طريق الحاسوب مش ليجو، عن طريق الحقيقه، يعني كيف كنتوا تلعبوا فيه وانتو صغار. بنشاهد اسا سيرتون صغير، بنشاهد فيلم صغير اللي هو عن بنايه الليجو. build with جوجل. إذا هذا التطبيق اللي هو التطبيق بيلد عبارة عن عمل مشترك يجمع بين شركة ليجو وشركة جوجل. كلا الشركتين طورتا ميزة تمكن من بناء الليجو بشكل محوسب على خريطة الكرة الأرضية ومشاركة الإبداعات. طبعا في بالآخر مشاركة اللي بنقدر، يعني أنت إيش بتبني تقدر تعمل له عنوان معين، وهذا العنوان تقدر ترسله لمين أنت بدك. بس إحنا نفوت على اللعبة يجب أن نتذكر هذولا المفاتيح أو كيف إحنا بدنا نشتغل بهاي بهذا التطبيق. واحد، كيف تتم عملية البناء؟ نقرأ من ناحية اليمين وضع وحدة. إذا عندي وحدة أو عندي لبنة أو عندي قطعة معينة زي هاي القطعة اللي أمامنا، إذا أنا بدي إني أضعها بحط نقرأ بالفارة من ناحية اليمين. نقرأ من ناحية اليسار حذف إذا بدي أمحاها من تندمت. المفتاح الطويل وسحب هو من شان التفاف السطح، إذا كل السطح بدي ألفه، بدي ألف السطح لنواحي معينة بضغط على المفتاح الطويل سبيس إحنا بنقول له، وزائد بالفارة مجر. مفتاح الأسهم، الأسهم تعرفوه اليمين شمال لفوق لتحت، هو التفاف الوحدة إذا بدي ألفها. عجلة الفأرة طبعا من شان التبعيد والتقريب. إلغاء النشاط كنترول زد، إذا أنا تندمت بشغلي بعمل كنترول زد وهيك بعمل أنا تراجع. كيف نبني؟ كيف نبني؟ طبعا إحنا بدنا نفوت إسا، بدي أورجيكو كيف نبني، كيف بنفوت على هذا الليجو ونستطيع أن نبني شيء معين. فإذا معي أنا هذا العنوان، هذا العنوان بدكم تكتبوه ونفوت عليه مع بعض، نفتح لشونيت بخروم ونفوت على هذا الموقع اللي هو build b u
ال بي يو اي ال دي بيلد with دبليو اي تي اتش كروم سي اتش ار او ام اي نقطه سي او ام. انتبهوا ان كلياتهم هو بيلد وذ كروم كلياتهم كلمه واحده كوم. هذا العنوان تقدروا نعمله نسخ ونلصقه هون او تقدروا تكتبوه وندخل على بيلد وذ جوجل. هيك احنا بنفوت طبعا على هذا التطبيق اللي هو بمكننا من البناء. انتبهوا اعطانا اكسبلور اول بيلد. انتبهوا انه اعطاني هون ستارت بيلدينج منشان اني استطيع اني ابدا منشان ابني. اذا باجي انا هون على هاي المسطح منشان استطيع اني ابني. طبعا امامي هون في الـ الارضيه او الخلفيه اللي بدي ابني عليها، مع الضغط على سبيس بقدر اني احركها كيف ما انا بدي. عندي هون الالوان بقدر اختار اللون اللي بدي اياه، بختار الـ القطعه اللي بدي اياها واخترت هاي بقدر اجي وابني. طبعا قلنا اذا بننقر بالفاره من ناحيه اليمين هيك انا باستطاعتي اني اضع لبني واخرى قطعه فوق بعض، وهيك انا باستطاعتي اني ابني الحيط او حائط اذا انا بدي ابني نقول بيت. هيك اذا بتنتبهوا اني بنيت بيت معين او حائط معين، شفت انه هذه القطعه اللي هي وقعت معناته انا بقدر اني امحاها. بقدر مع قلنا مع المفتاح الطويل بقدر الف بعمل التفاف هيك. انا باستطاعتي اخرى اني ابني كمان. انتبهوا انه ما بينفع اني اجي ابنيها بهذا الشكل، عشان هيك لازم التفاف بالسهم. بضغط بالسهم بلفها وبقدر باستطاعتي اني ابنيها هاي هون، وزائد اجي اعمل عليها هون وحدي هون وحدي، بنقر بالفارة من ناحية اليمين، وهيك انا باستطاعتي اني ابني اكمل البيت. هيك ببني الحائط. انتبهوا انه لازم اركزها منيح. زائد بقدر انا ابني كمان وحدة، وهيك احنا بنقدر نبني الاشياء اللي بدنا اياها. ننتبه انه في عندي هون عندي هون واحدة زيادة على الناقص. بالنسبة للألوان إذا بقدر أنا أخذ لون آخر مثلا اللي هو هذا اللون، باجي هون بقدر أحط هون واحدة كمان حدة كمان واحدة، بس نقرة واحدة من ناحية اليمين، وهيك أنا بستطيع أني أبني الحائط. إذا في هون كل اللي وقعوا هدول أنا بقدر أني أمحاهن. بقدر انا امحى هون واذا بضغط على هون اكستراس بيعطيني شبابيك، بقدر امحى كمان وحدي واجيب هذا الشباك واجي طلعوا كيف شكله. بقدر انا من على السهم اذا بضغط على السهم بلف، وبقدر انا اجي واركزه بالمكان اللي بدي اياه، وبقدر اركز الثاني، وهيك انا بكون بنيت الحائط. اذا بدي ابني كمان اعمل باب هنا باستطاعتي اني طبعا قلنا بالمحي انا بقدر امحي هون الاشياء اللي بدي اياها واعمل هاي. بقدر انا هون اذا بضغط على سبيس الفها هاي هون. من هون مثلا بدي اعمل انا الباب. باستطاعتي اني اجي هون انه كثير هيك انه انا محيت قطعة بدي انا ارجعها. طبعا بقدر اجي هون واجيب القطعة بلفها طلعوا كيف انه بلفها، وباجي بقدر اني اركزها وافوتها وين لازم هي كانت تكون محلها. طبعا بقدر انا كمان الفها كمان لفه بهذا الشكل، واجي هون كمان
هيك وبقدر ابني اخرى اخرى اكمل الحائط كمان مرة هون بقدر اكمل اخرى الحائط اكمله هون اخرى بس من هون انا بدي اعمل مثلا الباب فبقدر اني اسوي الباب هون طبعا بروح على المحي وهنا بقدر امحى هدول واجيب من هون بقدر من هنا بقدر اجيب هذا الباب واجي اركزه هون اركز الباب الثاني حده وهيك انا بقدر ابني طبعا انا هون عمال اشتغل بسرعة عشان هيك يعني انتم بتقدروا بشكل دقيق تفوتوا وتبنوا اللي الاشياء اللي بدكوا اياها بس نقطة واحدة بالنسبة لبناء سقف انه كيف انتم بتقدروا تبنوا السقف انه بتقدروا هاي من لفة هيك يعني لو اجيت انا بنيت هون اي شيء هاي الحيط بنيت كمان حيط هيك باخذ واحدة صغيرة هون كملت بتقدروا انتو طبعا نمحى هاي بناء السقف هو بتقدروا تبنوا هيك حيطان ولما تروح على المحي هون بتقدر تمحى اللي من تحت وهيك بيكون في عندك هون هيك بيكون عندك اذا بدك سقف اذا بدك تبني سقف معين فبتقدر هيك انت تبني كل السقف اللي لازم يكون هي بس بالسهم وبقدر اركز الاشياء اللي بدي اياها فهيك كل واحد بينا بيقدر يبني حسب قدراته حسب خياله حسب الاشياء اللي بده اياها واحد بيقدر يكتب اسمه واحد بيقدر يكتب مباني اللي هو بده اياها المهمة المطلوبة منكم ادخلوا الموقع واختاروا المكان الذي ترغبون بناء عليه طبعا وين ايش احنا بدنا نبني الموقع هياته اللي انا اعطيتكم اياته اللي هو build with chrome.com بنعمل انتر وبنفوت بس نفوت طبعا ناخذ build بعدين ابنوا نموذجا صغيرا لمكان تعرفونه اسمكم او اي شيء تحبونه ابني اي شيء انت بدك اياه شاركوا رابطكم على الحائط المشاركة اذا بنضغط على كلمة الحائط يعني بعدين ما ان بنيت بدنا نشارك شو يعني اذا انا بنيت بدنا نقول بنيت هذا الشكل بدي اشارك فيه طلع شو في عندي هون publish بروح على publish ساين ان بيقول لي انه لازم انا اني ادخل كيف بدي ادخل بدي ادخل طبعا على حسابي بجوجل بما اني انا كنت فايت بحسابي بجوجل اي ام اجري وببلش بما اني انا كنت فايت من اول بحسابي بجوجل ما طلبش مني شم اشتماش وسسما اذا بطلب منكم فانتو يجب انكم مطلوب منكم انه يعني تفوتوا كده اقول لكم انه تفوتوا وتفوتوا بحسابكم اللي هو بجوجل فهذا هو الشكل اللي هو بسيط وبسرعه انا بنيته بس انتم بتقدروا تبنوا احلى من هيك اكيد هذا العنوان اول شيء اذا بعمل شير طلعوا ايش اعطاني هون عنوان هذا العنوان اذا بضغط من ناحيه اليمين نسخ هذا العنوان لو انكم رجعتوا على المتسجد على العارضه حائط وبنروح على بدلت يعني بنروح على الحائط اللي لازم انتم تبعثوا الروابط اللي بتبنوها هون نضغط بالفاره مرتين هنا باستطاعتنا انه تضغط بناحيه اليمين تلصق لنا العنوان للإشي يلي انت بنيته فكل واحد بينا بيقدر يبني شغلات ولما الاخرين يجوا يكبسوا على هذا العنوان فبيصلوا ساعتها اكيد الى الـ الى الـ الى الـ 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 بيصلوا اكيد الى الاشي اللي انتوا بدكوا تعملوا ابنوا نموذجا صغيرا لمكان تعرفونه او اسم او اي شيء انتوا طبعا بتحبوه
هاي هي المهمة. شكرا كثير لإصغائكم، بس كل واحد يعني أنا سأبشركم بترككم، بس كل واحد بيكم بده يقعد ويبني له أي مجسم اللي هو بفكر فيه أنه يبنيه. بعد ما يبنيه طبعا بده يعمل له مشاركة، زي ما حكينا لما نعمل مشاركة بأخذ هذا العنوان، وهذا العنوان هو يلي ببعث لنا إياته عن طريق، قلنا عن طريق الحائط اللي فتنا عليه عن طريق بواسطة حائط المشاركة. شكرا على اشتراككم، شكرا على إصغائكم، ويعطيكم العافية، وبنشوف إن شاء الله الإبداعات والنماذج اللي أنتوا راح تبعثوا لنا إياها.